وجدت السلطات القضائية الأمريكية في ولاية فلوريدا تهمة القتل من الدرجة الأولى إلى ريان أوليري 30 عاما وزوجته شيلا 35 عاما. وتشمل لائحة الاتهامات أيضا سوء معاملة الطفل والقتل غير العمد والإهمال بحقه. وكان الوالدان يجبران الطفل على تناول الفواكه والخضروات نيئا فقط عفوا الأمر الذي لم يتحمله جسمه الغض. ولم تذكر السلطات اسم الطفل مكتفية بالقول إن وزنه بلغ 8 كيلوغرامات عند رحيله عن عالمنا. ويقول خبراء إن وزن الطفل يتماشى مع ما يجب أن يزن الطفل في عمر 7 أشهر وليس 18 شهرا. وأبلغ الزوجان الضباط أنهم نباتيون ولا يأكلون سوى الفواكه والخضروات النيئة. وكانت الزوجة اتصلت بالطوارئ عندما لاحظت أن ابنها لم يكن يتنفس وحاولت إنعاشه لكنه فارق الحياة عندما وصل المسعفون إلى المكان. وتقول الشرطة الأمريكية إن سبب وفاة الطفل عسر في القناة الهضمية. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. للانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة. لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.